هذا السائل أحمد يقول: هل يجوز الاستثمار في البورصات العالمية، وكيف يتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدمية؟ لا تعامل إلا بشيء تعرف أنه مباح، أما الأمور التي لا تعرفها ولا تدري عنها فتوقف. والحمد لله وجوه الكسب المباح كثيرة، من يتق الله يجعل له مخرجا، وتجنب ما فيه جهالة وما فيه غرر، وتجنب ما فيه ربا، وتجنب ما فيه قمار وميسر، تجنب هذه الأمور. نعم.